بسم الله، أهلا وسهلا بكم. مكملين مع بعض في كورس تحليل البيانات، وتحديدا مع مكتبة الباندا. مكتبة الباندا مكتبة رائعة جدا لمعالجة البيانات في لغة البايثون، بتبقى مهمة جدا لكل الناس اللي بيشتغلوا في مجال علم البيانات أو في مجال التعلم الآلي، لأنها أداة فعلا لا تقدر بثمن لتحليل البيانات ومعالجتها. النهاردة مع بعض هناخد عنصر قوي وممتع جدا في الباندا، اللي هو Reshaping and Pivot Table. Reshaping and Pivot Table، ايه المقصود بReshaping and Pivot Table؟ هو إعادة تشكيل البيانات. يعني ايه إعادة تشكيل البيانات؟ إعادة تشكيل البيانات المقصود بها هو تحويل البيانات الخام إلى بيانات تستطيع بمزيد من التحاليل إنك تأخذ من وراها قرار. تستطيع بمزيد من التحليل والإجراءات إنك تأخذ من خلال تحليلك للبيانات أن تأخذ من وراها قرار، أي أنها تعني إعادة تشكيل البيانات في الباندا هي تحويل بنية البيانات، تحويل بنية الجداول أو الداتا فريم، بحيث إنها تكون مناسبة لإنك تأخذ من وراها قرار. وده القرار اللي أنت بتاخده بيبقى نتيجة مزيد من التحاليل اللي انت بتاخدها اللي انت بتعملها على البيانات. في الحقيقة ان بيبقى فيه تحدي، يعني احد التحديات اللي هي نتيجة استخدام الجداول المحورية اللي هي البيفوت تيبل، انك مهم جدا انك تتأكد من فهمك للبيانات والاسئلة اللي انت بتحاول تجاوب عليها. كلمة الاسئلة اللي انت بتحاول الاجابة عليها هو ده بالضبط المقصود بتحليل البيانات، أي أن تحليل البيانات هو طرح مجموعة من الأسئلة، وحضرتك بتدور على الأسئلة دي، بتدورها على إجابة. فباستخدام الجداول المحورية دي أنت بتستطيع أنك تعمل هذه الشغلانة. أيضا هي وظيفة أنها تبدو أنها بسيطة، ولكنها في الحقيقة بتحتاج إلى تحليل، إلى مزيد من التحليل عشان تنتج قرار، عشان تأخذ قرار في نهاية هذا التحليل. لو قربنا الصورة شوية، لو انت عندك سيناريو مثلا، لو انت عندك خط انابيب مبيعات وعندك مشكلة اساسية في ان بعض دورات المبيعات بتكون طويلة جدا، والادارة عندك عايزة تعرف ليه دورة المبيعات بتبقى طويلة جدا، فانت بتطرح مجموعة من الاسئلة. ايوة، هي دي النقطة، اسئلة انك بتحاول الاجابة عليها، هو ده المقصود بتحليل البيانات. فمثلا من ضمن الاسئلة انت ممكن تطرح اللي هتساعدك في تحليل البيانات في هذه الحالة، كم الإيرادات اللي هي في طور الإعداد؟ محتاج تعرف، محتاج إيه هي المنتجات اللي هي بتبقى في طور بداية المرحلة أو في طور الإعداد؟ إيه هي المنتجات في أي مرحلة؟ مدى احتمالية إغلاق الصفقات يعني خلال طول العام؟ دي مجموعة من الأسئلة هي دي اللي بتساعدك في تحليل البيانات. تاني حاجة، What pivot table؟ ايه المقصود بالpivot table ده؟ ايه هو pivot table؟ ما هو pivot table؟ pivot table هو عبارة عن جدول، عبارة عن table of static بيعمل summarized، بيعمل تلخيص. هو جدول محوري او جدول احصائي بيساعدك في انك تعمل تلخيص للبيانات. بتكون عندك بيانات خام بشكلها كبيرة جدا، فانت بتعمل تلخيص لهذه البيانات، بتلخص البيانات اللي هي بتبقى موجودة عندك. ايضا ممكن تكون من ضمن التعريفات اللي هي للبيفت تيبل ان هو بيساعدك في انك تعمل انك تحول كولم لمالتبلاي فاليو، مالتبلاي فاليو انتو سيرفر كولمز، بتحول عمود بقيم متعددة إلى عدة أعمدة خاصة بها. البيفوت تيبل بس ما بيستخدمش مع القيم العددية، ولكن ممكن البيفوت تيبل بيستخدم أيضا لمعالجة البيانات الغير رقمية. بص كده معايا بالشكل ده، يعني أنت عندك بيكون جدول البيانات ده، لو افترضنا إن دي جدول البيانات الخام بالشكل ده كده، بيانات خام، فانت بتجري عليها مزيد من التحليل، بتغير شكلها، بتغير البنية التحتية للبيانات بحيث انها تطلع في ايه؟ في هذا الشكل، في هذا الشكل. لو جينا مع بعض وخدنا how to build to pivot table، بس ازاي تبني بقى جدول الجدول المحور ده، ازاي تبنيه في لغة البايثون. بص يا سيدي، اول حاجة
عندك هو ده جدول البيانات متخزن فيه مجموعة من البيانات، واحنا تعلمنا خلاص يعني وصلنا لمرحلة اللي احنا بنعرف نصنع هذا ابداع. فاحنا عندنا جدول البيانات ده اللي متخزن فيه مجموعة من البيانات في متغير اسمه دي اف. فانت حضرتك لما طبعت عملت رن، فبتطلع لك شكل البيانات بالشكل ده. تمام، انا بقى المطلوب انك تعمل تلخيص للبيانات اللي هي في الجدول ده. تمام، التلخيص ده عبارة عن ايه بقى؟ سمي التلخيص ده في متغير اسمه تيبل، بتاخد اختصار مكتبة الباندا وبتستدعي الفاكشن اللي هي اللي اسمها بي في التيبل وبتفتح قوس. اول حاجة دي اف، المقصود بدي اف اللي هو جدول البيانات اللي انت عايز تلخص له القيم اللي انت عايز تلخص جدول البيانات المطلوب تلخيص البيانات بتاعته. تمام، تاني حاجة الفاليوز، ايه المقصود بالفاليوز؟ بص يا سيدي، الفاليوز اللي هي الكولوم تو اجريجيت، الكولوم تو اجريجيت اللي هي القيم اللي انت مطلوب تلخيصها. انت عندك الجدول هنا كده عايز تلخص ده جدول، واخد بس لك هو ده الجدول اللي انت عايز تعمله تلخيص، فالفاليوز اللي هي القيم المطلوب تلخيصها، عايز الخص القيم ديت. الاندكس اللي هو الفهرسه، انت هتعمل الجدول ده فهرسته على مين؟ على الاي والبي. الكولمز اللي هي نفس الاندكس، نفس الصفوف او الجدول. ما خلي بالك كمان في الاندكس انك لازم تكون لها سيم لينس از داتا. بص كده، الاندكس اللي هي صفوف الجدول المحوري لازم تكون العدد بتاعها واخد نفس طول البيانات المحوريه اللي عندك. الحاجه اللي بعد كده في حاجه اسمها اجريجيتد فاكشن. يعني ايه اجريجيتد فاكشن؟ المقصود بالاجريجيتد فاكشن هي قائمه الوظائف اللي هي الليست اوف فاكشن، اللي هي بتبقى اللي هي المعادلات او العمليات اللي انت هتجريها على هذه البيانات. هل انت عايز من البيانات دي تعمل لها تلخيص جم، تلخيص ميم، تلخيص صم، تلخيص لينس، اللي هي الحاجات الاحصائيه اللي انت عايز تعملها تجريها على هذه البيانات. فهي ممكن تكون تؤدي وظيفة واحدة تاخد قيمة واحدة أو تاخد عدد من القيم. باي ديفولت هي بتاخد ايه؟ باي ديفولت هي بتاخد مين؟ بتضغط رن فبتكون عندك النتيجة كما انت شايف كده، كما زي ما حضرتك شايف كده. تبقى هي دي كلاس تيبل، بي في التيبل، وده دي اف زي ما احنا قلنا، ده جدول بيانات، ودي القيم البيانات اللي عايز تلخصها، ودي الاندكس. وهنا دي تتاجريجت فاكشن بتبقى اختصار مكتبة الاري، ودي هنا الصم. يعني انت معنى كلمة الصم هنا اللي انت عايز تجري على هذه البيانات عمليات الجمع. فانت تشوف كده هيبدأ هو يلخص لك، لو انت جيت شفت الجدول ده كله تحول لما انت استخدمته بالبي في تيبل، شوف تحول لهذا الجدول. شوف انت لخصت الجدول ده كده، لو انت تيجي تبص له، لو انت النهارده تبص للجدول ده تلاقيه جدول كبير جدا، البيانات طالعه وداخله فيه يعني بصوره انت بصوره كبيره جدا، كميه بيانات كبيره جدا. فانت عايز تلخص البيانات دي تحطها في صوره ملخصه، فالبيانات الكبيره دي كلها بقت في الصوره الجدول الصغير ده، في صوره الجدول الصغير ده. في ملحوظه مهمه جدا، جداول البيانات انت ممكن تستطيع انك تصنع منها اكتر من جدول محوري. يعني انت ممكن تلخص البيانات، تلخص الجدول ده كده اللي انت شايفه ده كله باكتر من طريقه. يعني انت مش هي دي الطريقه الوحيده او هي دي الطريقه النموذجيه انك تلخص. كل واحد بيبدا يلخص البيانات اللي هي في الجدول المحوري على حسب الاسئله اللي بيطرحها، بحيث انها تخدم الاسئله اللي هو بيطرحها عشان تعمل تحليل البيانات. يعني انت بتكون عندك البيانات دي كده بالشكل ده، فانت بتلخصها، واخد بال حضرتك، بتلخص البيانات اللي في الشكل ده كده، بتلخصها بحيث انها تجاوبك على الاسئله اللي انت محتاجها، اللي انت طرحتها بتلخيص البيانات ديت، او انت بتحط البي في التيبل ده بحيث انها تساعدك تعمل تلخيص بيانات بحيث انك تجاوب على الاسئله اللي انت طرحتها. فانت في الحقيقه انت ممكن تلخص باكثر من طريقه. تمام، الحاجه الثانيه اللي عاوزين نقول عليها، لو انت عندك بيفوت باي مالتبلاي كولم، هل انت ممكن تعمل تلخيص على اكثر من عمود؟ اه، ممكن تعمل تلخيص على اكثر من عمود. نفس الجدول اللي احنا خدناه اللي هو الاولاني ده، هناخد عليه بنقول ان التيبل، واخد بالك، بيساوي اختصار مكتبه الباندا البي في التيبل زي ما عرفنا دي اف. هنا الفاليو بقى هنحط عليها دي واي، الاندكس للاي والسي، للكولم اي وسي، للكولم ده والكولم ده، كنا عاملين الاول في المثال الاول اي وبي. تمام، هنا بقى الاجريجيت فاكشن، هنا كده الاجريجيت فاكشن. بص كده الاجريجيت فاكشن هنا
لو انت جيت تبص تقارن هنا ما بين الاستراكشر بتاع المثال اللي احنا بناخده دلوقتي وما بين الاولان، هنا كانت عندك انت كنت في الاجري فاكشر كنت ممكن تحط ليها وظيفه واحده، زي ما احنا قلنا دي قائمه الوظائف، ممكن تاخد داله واحده، ممكن تاخد وظيفه واحده صح، تاخد صم، تاخد مين، تاخد وات ايفر. لكن انت عندك هنا النهارده دات لما يعني انت هنا بص هنا كانت بتاخد وظيفه واحده لعمود واحد. طيب لو انت هي هنا لو عندك عمودين هتعمل ايه بقى؟ ولا اي حاجه، تفتح قوسين كده وخبال ساعتك وتاخد الدي قصاد منها، تحدد بقى تعمل زي الـ زي الديكشنري وزي القاموس، فتقول ان دي هتجري عليها المين والاي هتجري عليها المين. انت ممكن تغير تاخد المين دي تغير المين دي تخليها صم وتفضل، وبتضغط تيبل فبيطلع لنا نفس الشكل ده كده. تلخيص تاني للبيانات، شوف هو ده كده، ده السؤال اللي انا بقول لك عليه، ممكن تعمل تلخيص للبيانات باكثر من صوره، ده صوره الاولانيه اهي بالشكل ده كده، وده كده صوره تانيه اهي، ده كله تلخيص لجدول البيانات دي، فانت ممكن تلخص البيانات زي ما انت عايز باكثر من صوره. تمام. الحاجه الثالثه اللي هنتكلم فيها برضو في حاله الميسنج داتا، يعني ايه الميسنج داتا؟ الميسنج داتا في حاله ان ما يكون عندك بيانات مفقوده. ازاي برضو؟ بص يا سيدي، انت لو جيت تبص في الشكل ده هتلاقي كلمه نن هنا، فانت مش عايز كلمه نن دي تظهر لك. نتغلب على النقطه دي ازاي؟ تمام، قال لك انت ممكن تتغلب على هذه النقطه بانك تستخدم فيل فاليو بارامتر. بتستخدم ايه؟ الفيل فاليو، نفس اللي فاتت، نفس الاستراكشر بتاعت الداتا، اللهم انك بس هتزود كلمه فيل فاليو دي بتساوي صفر. فانت لما يكون عندك قيمه مفقوده ملهاش قيمه ما تطلعليش كلمه نن، ما تطلعليش كلمه نن، طلع لي مكانها قيمه ايه؟ قيمه صفر، قيمه صفر. تمام. الحاجه الثالثه او الرابعه اللي عايزين نقول عليها برضو، احنا دلوقتي كنا هنا هنا في الاجريجيت فاكشن كنا قلنا ان هي قائمه الوظائف ممكن تاخد وظيفه واحده او تاخد اكتر من وظيفه. تعالوا بقى لو احنا عايزين نخليها تاخد اكتر من وظيفه، بص نفس المثال السابق برضو بس هنا هنغير بقى في الاجريت فاكشن، فانت ممكن تقول ان دي هتاخد ايه؟ مين؟ والكولم ايه ياخد مين وياخد ماكسيمم وياخد مين؟ بص يعني انت كولم واحد واخد اكتر من شغلانه، اكتر من وظيفه، واخد مين؟ واخد ماكسيمم، واخد مين؟ من وماكسيمم ومين. تمام؟ وده تلخيص تالت لشكل البيانات، فانت ممكن ده رجع تاني وقرك، انت ممكن تلخصها باكتر من شكل. ايوه، وممكن هنا كمان انك تحط على الكولم الواحد اكتر من عمليه احصائيه، عايزها من، عايزها ماكسيمم، عايزها مين، براحتك. تمام. فيه من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها في الاول خالص من ضمن التعريفات للبيفت تيبل، احنا قلنا ان البيفت تيبل ممكن يحط لك القيم الاجماليه، القيم الاجماليه هو عمود يقدر في الاخر كده يحط لك الاجماليات. ازاي بقى؟ بص يا سيدي، هو ممكن يحط لك السب توتال والجراند توتال. بص شوف هنا كده، هو ده التيبل وده البيفت تيبل نفسه وده الاستراكشر ديف، انا بكمل يعني انا باخد الاستراكشر بتاع المثال اللي فوق وبزود لك عليها الحاجه الجديده اللي انا عاوز ازودها لك. احنا كنا وصلنا للاجريت فاكشن بسام، ولو احنا عندنا قيمة مش عايزينها تصرف فبنحطها بالفيل فاليو، وبنحط هنا كده بالميرجنس. ايه بقى دي بتساوي ترو. فهنا كده هتلاحظ ان هنا قيمة الاجماليات ظهرت هنا باسم ايه؟ اول، تلخيص نفس البيانات الاولانية، فبتطلع 4 و7 و4 و0 يطلع لك 15، 5 و6 و1 و6 18 الاجماليات دي. تمام. انت برضو مش عاجباك اول، حاليا المطلوب ان احنا نغير كلمه اول ديت، نغير الاول اللي هو الاجماليات اللي ظهرت ديت وكان اسم الصف بتاعها اول، نغيره، مش عاجبنا كلمه اول ديت، نحط لها اي اسم تاني برضو ولا اي حاجه، عايزين نغير اسم عمود الاجماليات ده ولا اي حاجه، تيبل، وهنزود نفس الاستراكشر داتا اللي فوق كلها، بس هنحط لها هنا، هنحط الميرجنسي نيم اسم العمود اللي احنا زودناه. انا بقول له هنا الامرجنسي ترو يعني حط له الاجماليه. طب وبحط له هنا كده الامرجنسي نيم، اسمه ايه العمود اللي انت زودناه ده، سميه 4 دي وليكن كده، فتطلع بالشكل ده كده. تطلع بالشكل ده، ادي الاجماليات بتاعته تطلع بالشكل ده. تمام. لو انت عندك النهارده في حاله الرغبه، انت عندك الاجماليات كانت ظاهره كده في صوره سطر، في صف،
لو انت عايزه تظهره في صورة كولم تعمل ايه؟ ولا اي حاجة، نفس الاستراكشر داتا، بس اللهم انك هتزود كلمة تروب ان ايه دي بتساوي فولس، فتطلع عندك الاجماليات كانها رو وكانها الاجماليات دي كانها ايه كولم، طلعت مرة كانها رو وفي مرة تانية طلعت انها كولم. احنا دلوقتي لحد دلوقتي عرفنا اللي احنا في التعامل مع البيفوت تيبل ازاي نستخرج منه البيانات وازاي نطلع منه الاجماليات، ولكن انك ممكن تكون وانت بتتعامل مع البيفوت تيبل تحتاج انك تزود اكتر من كولم، يعني تكون عندك شكل البيانات الاصليه بالشكل ده كده، شكل البيانات الاصليه كده، فانت محتاج تزود اكتر من كولم لانك هتجري عمليه، فانت محتاج مثلا تزود كولم اسمه اتش اللي هو حاصل جمع الاثنين كولم دول، حاصل جمع كولم دي واي وات ايفر يعني، فانت محتاج تزود كولم. بص ولا اي حاجه برضو، لو انت محتاج تزود اكتر من كولم تسمي الكولم اللي انت عايز تسميه اللي هو اتش اتش اتش، بيساوي ايه؟ بيساوي اللي هو حاصل ضرب الكولم السمول في الكولم لارج، فتقول ان هو تيبل سمول في تيبل لارج، حاصل ضرب الاثنين دول فسميناه في تيبل اتش، فتطلع لك شكل البيانات بالشكل ده، ادي الاي وبي وادي حاصل جم وادي حاصل ضرب العمود اللارج في العمود السمول. طب انا عايزه تظهر لي الصوره الكبيره للجدول ولا اي حاجه، ادي الصوره الكبيره للجدول نفس تلخيص البيانات، ادي هنا الكولم اتش حاصل هو الكولم اتش حاصل ضرب الكولم 4 في 5. الى هنا نتوقف ونلتقي بكم ان شاء الله في درس جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.